صحيح Poetry and Prose هذا كتاب الأدب، هذا كل جامعات تدرس عليه. هذا هو كتاب الأدب، أنا شوية مغير بي، هاي الملزمة الموجودة بالمكاتب راح أنزل لكم إياها بالمكاتب تشترونها، لا حد يقول لي أريدها ملف بي دي إف، موجود ملف ما موجودة. هاي الملزمة نسخة جديدة موجودة فقط ورقية، تشتريها من المكتبة، من أي مكتبة قريبة عليكم راح نوزعها بكل المكاتب تقدرون تشترونها. ملفات ما موجود، ما أكو ملفات. على متاخذها بالتليفون تقرا عليها، لذلك انا يعني حقيقه متجنب موضوع الملفات، لان موضوع الملفات انت معناته ما تقرا على ملف، الواحد ما يقرا على اذا مو يسحبها، لذلك تشتريها من المكتبه وعليها ايضا عليها ختم، لانه اكو مزورات، اكو هسه اكو طلاب صاروا يسوون ملازم ويزورونها، فصارت يعني اكو اكثر من نسخه، اذا مو عليها ختم وشعار شعارنا لا تشترونها. هو اللي هاي قاعد اشرح لكم عليها انا، هذا الشعار اللي بيها، اذا ما بيها هذا الشعار شوفوني هذا الشعار، ترى هاي مو اصليه وبيها معلومات غلط وما بيها مترجمه، هاي الاصليه فقط. وبكيفك انت تريد تصدق حياك الله، ما تريد تصدق انت المنظر مو اني. طيب هسه احنا راح نبدي بماده الادب. شنو هو الادب بشكل عام؟ هو فكر الامه الموروث الذي يعبر عنه الشاعر او الكاتب بلغه ذات مستوى رفيع، ينقل بشفافيه موروث الامه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري والحضاري. اولا خلونا يعني ماده الادب هي مثل بشكل عام من اقول ماده ادب سواء بالانجليزي او بالعربي نفس الشيء. انتم بالسادس اعدادي مو درستوا ادب؟ جاوبوني، مو درستوا بالسادس اعدادي ماده الادب لو لا؟ ايه درست. ايه مو اخذتوا قصائد، مو اخذتوا شرح للقصيده، مو اخذتوا عنوان القصيده ويجيبوا لك نص، نفس الشيء هي هاي ماده الادب بس بالانجليزي، لان انت قسم لغه انجليزيه، شويه شويه ان شاء الله راح تتعلمها. طيب يقول لك بالبدايه اخوان ركزوا وياي، اولا ما اريدكم تسمعون طلاب المرحله الثالثه والرابعه ويضحكون عليكم ويحشوكم يقولوا لكم حشاكم من الضحك، يقولوا لكم الماده المنهج صعب ويجيكم دكتور يحكيكم بالانجليزي، ما لكم علاقه بهاي السوالف، لا تسمعونهم، توكلوا على الله وانتم جايين على قسم حلو، اتعبوا على انفسكم اكيد راح تواجهون شيء صعب اكيد. يعني احنا من طلعنا من السادس ابتدائي رحنا لاول متوسط واجهنا صعوبه، من طبينا ثالث متوسط وزاري واجهنا به صعوبه، من دخلنا سادس اعدادي واجهنا به صعوبه وعبرنا، كذلك الجامعه ايضا بها صعوبه وراح تعبرونها. لا تأيسون، لا تظلوا تسمعون كلام الناس، ترى الناس ما تنطيك شيء، الناس ما تنطيك شيء يا أخوان، فلا تسمعون كلام الطلاب، توكلوا على الله وقروا، خليكم وياي واسمعوني وش أسألكم جاوبوني، وبنهاية المحاضرة أعطيكم مجال لأسئلة والاستفسارات. نهاية المحاضرة الأسئلة إن شاء الله عيني. راح تدرس في مادة الأدب العصور الأدبية، هسه احنا شلون نقول بالعربي العصر الجاهلي والعصر الأموي والعصر العباسي، هاي العصور مو أخذناها وأخذنا لها شعراء وكذا، نفس الحالة هم بالإنجليزي هم راح تسويش. كذلك الأسئلة تجيك ماذا تجسد القصيدة؟ من القائل؟ من المخاطب؟ ما المعنى من القصيدة؟ هاي السوالف كلها راح تدرسها بمادة الأدب. وبعدين راح ناخذ مسرحيات وراح ناخذ قصص ونحلل والأمور كلها إن شاء الله راح تكون بسيطة. طيب زين هسه اني شنو اللي اريد هسه هواي سالتوني استاذ شنو المطلوب بالقصيده اللي تقراه من القصيده؟ عنوان القصيده حفظ، اسم الشاعر ينحفظ، كتابه تعيد بيه وتظل تكرر بيه لحد ما تحفظه، القافيه مالت القصيده راح نعطيكم اياها بكل قصيده، نوع القصيده، هل القصيده شنو القصيده هاي، هل هذه القصيده تتكلم عن الوصف، هاي القصيده تتكلم عن رمزيه، قصيده غنائيه. بس احنا مو اخذنا الملحمة الشعرية، اخذنا الشعر بانواعه، نفس الحالة نفس الشيء بالانجليزي. المعنى العام مال القصيدة، المعنى التفصيلي، نية الشاعر، يعني الدرس الاخلاقي من القصيدة شنو، شاعر شنو يقصد بهذه القصيدة، ليش كتبها. يعني مثلا محمد مهد الجواهري من كتب قصيدة دجلة الخير بالعربي ليش كتبها؟ من يقول لي ليش؟ ها يلا يا شاطر من يجاوبني ليش كتبها شاعر محمد مهد الجواهري دجلة الخير، ليش كتب هاي القصيدة؟ من يجاوبني؟ عبر عن الواقع والطبيعة. عبر عن شوقه إلى نهر دجلة، مو على بغداد، إلى العراق، مو؟ اعتبر نهر دجلة كرمز للوطن. حنينة للوطن. أي نفس الشيء، هيها، راح يجيك الشاعر يقول لك الشاعر ليش كتب هاي القصيدة بالإنجليزي؟ جوابها خمس كلمات، تعبيراً
لحبه عن حبيبته، أو تعبيرا عن حبه لكذا، أو تعبيرا عن حزنه لفراق شخص ما، وإلى آخره. فهي بس لا أكثر ولا أقل، وراح نعلمكم إن شاء الله وحدة وحدة. طيب أنا ما أريد أبديلكم قبل بالأسئلة. هاي أخذنا مقدمة بشكل عام عن مادة الأدب. هنا عندنا تعريف الأدب is an art of a creative imagination، هو يعني خلينا نقول هو عمل فني من الخيال، فيه إبداع وفيه خيال، فيه صور. زين عيني، مثلا الشعر، الدراما، النوفل، الروايات، القصص. يعني معقولة ما سامعين قصص روايات؟ يعني ما قارين رواية معقولة ما شايفين أفلام كرتون اللي هي مال رواية البؤساء؟ هاي الروايات المنتشرة سندريلا، هاي القصص، هذا كله يسمونه أدب. إحنا عندنا بالعراق، إحنا عندنا سندباد، عندنا علي بابا، عندنا أعمال كثيرة جدا أدبية معروفة منتشرة بكل دول العالم، مو بس حتى عندنا كثيرة أعمال أدبية معروفة. زين عيني، فهاي فإذا هذا هو الأدب، هو هذا يسمونه الأدب. إذا أجاك تعريفه تحفظ تعريفه is an art of work of the creative imagination including poetry, drama, fiction, novel وإلى آخره. هذا هو تعريفه بالإنجليزي، وهذا الترجمة أيضا بالعربي. هاي الملزمة راح أنزل لكم بالقناة من وين تشترون، ملف ما موجودة، فقط ورقية، وإذا تدرسون على هالملزمة ما يحتاج تدرسون على الكتاب. طيب يجيك سؤال، راح يجيك سؤال جدا مهم، يقول لك ما الغرض من الأدب؟ What is the purpose of literature? Why do we study literature? ليش إحنا ندرس الأدب؟ من يجيك سؤال study literature، هذا يصير السؤال، خاف تقول لي أستاذ شلون تجيني بالامتحان؟ ما أعرفه. من نشوف كلمة study literature، دراسة الأدب، ليش إحنا ندرس الأدب؟ الجواب because أولا it is important because it deals with the human issues. أولا لأنه يتعامل مع قضايا إنسانية. الأدب يتعامل مع قضايا إنسانية معروف. ثانيا it provides knowledge about other culture. الأدب يعطينا ثقافة ويعطينا معلومات عن ثقافات أخرى. هسه أنت من تقرأ الأدب الإنجليزي تعرف الثقافة الإنجليزية، من تقرأ الأدب العربي تعرف الثقافة العربية، من تقرأ الأدب التركي تعرف الثقافة التركية وإلى آخره. إذن هو دراسة الأدب تزودنا بثقافتهم. ثالثاً it gives us moral lesson، تعطينا درس أخلاقي، يعني تعلمنا عن الأصول وعن الأخلاق الأمان وإلى آخره. أربعة we can enjoy ourselves by reading literature، من نقرأ الأدب شو نسوي إحنا؟ we can enjoy، نستمتع. يعني هسا أنت لما تقرأ قصة وتشوف الأحداث مالتها وشلون تنتهي تحس بالمتعة، تحس بال خلينا نقول بالونسة، بالفرح، عدم الونسة، عدم الملل، تحس بشيء جميل. أنا هسه أنت من نشوف لك مسلسل، المسلسل ترى أدب، المسلسل هذا مكتوب أدب. من نشوف لك فيلم، من تشوف لك قصة، حكايات ما أحلاها. ما سامعين حكايات ما أحلاها؟ هاي الأفلام كرتون، معقولة ما شايفينها من كنتوا صغار؟ أبنائكم، أخوانكم، أصدقائكم، مرات تيجي على التيك توك تقلب أنت وتطلع قدامك قصة وتصير لك يعني فضول تكملها. هذا من نقراها احنا ونشوف القصة نستمتع بيها، هو هذا الأدب. إذا لو أجانا سؤال ليش ندرس الأدب، هاي الجواب الأربعة، يعطينا قضايا اجتماعية، معلومات، دروس أخلاقية، نستمتع من نشوف الأدب. هذا هو لماذا احنا ندرس الأدب، لماذا احنا ندرس الأدب. عندنا كذلك أنواع الأدب. الأدب بي دراما وبروز وبوتري. الدراما اللي هي المسرحية وسوالفها، البروز اللي هو النثر اللي هو القصص وجماعة النوفل وشورت ستوري، وعندنا البوتري. البوتري اللي هو الشعر اللي هو يقسم إلى أغاني وسونيتات اللي هي الموشوحات باللغة العربية، السونج، الأغاني، الملاحم وإلى آخر الشعر، يعني هي القصائد. القصائد بشكل عام يسمونها بوتري. يعني هسا أنت شنو مطلوب من عندك تحفظه؟ مطلوب من عندك تحفظ تعريف الأدب، لماذا ندرس الأدب، أنواع الأدب، دراما وفني، البروز. لأن تحفظهن ثلاثة، لأن تحفظهن ثلاثة. طيب هاي مقدمة بشكل عام عن مادة الأدب. المحاضرة القادمة إن شاء الله نشوفكم بخير، ونكمل هذا الشرح، نكمل هذا الشرح اللي هو الهجزة الشعرية أو خصائص الأدب. يعني الأدب شلون تعرف أدب، هاي النقاط اللي راح ندرسها ونشرح لكم إياها ونعطيكم عليها أمثلة ونسوي لكم عليها امتحان ونشوفكم شلون تجي بالامتحان.